وانا بستغرب الصوفي يجيبوا بالتلفزيون يكون فصيح ومنهجه وشركه واضح، واهل السنه ما يبقوا واضحين. والله بتعجب من الكلام ده، وبالذات لو واحد من اهل السنه جابوه في التلفزيون وتكلوا له كاميرا هنا جمضان والبجاي وفي قفاو يقعد محرك. يا بليد ما تتكلم، طلع الكلام. هو ده المحل اللي تطلع به الكلام، وده ذاته الفرصه ذاته، لانه في 30 في مليار و200 ولا قالوا 400 مليون مسلم راجين بوزك ده يفتح، تقعد تقول كلم الناس، كلمهم. الصوفيه على ضلال، جيب اكبر صوفي، اكبر صوفي على وجه الارض. وعشان ما يقول لي ده تكبر، ده ما تكبر، ده نحن على بينة من امرنا، نعلم انه منهجنا ده صحيح، نتحدى به الجبال الرواسي، ده دين الله، ده دين الله سبحانه وتعالى. البخاف المبتدع، ربنا قال لموسى شنو؟ انه لا يخاف لدي المرسلون. الموحد ما بخاف من اهل البدع. الكلام ده بنقوله احنا بنفتخر به بمنهجنا، مش بعضلاتنا ولا باذا كان احنا ما عندنا شيء، لكن منهجنا القوي. والبخوف الكرة الأرضية دي كلها المنهج ده منهج قوي. ناس قالوا شرك، ناس ادعوا الألوهية. يا أخي يا أخي البرهاني يقول أجود على أمي اللي ترحم طفلها، ده محمد عثمان عبد البرهاني حلفاوي من 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 قبائلنا، لكن إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قال شنو؟ قال أجود على أمي اللي ترحم طفلها فرحمة من في الكون. دي نسخة. في نسخة ثانية من شراب الوصل الكتاب ذاته قال فرحمة رب الكون من بعض رحمتي.